مندوبا عن وزيرة الثقافة السيدة هيفاء النجار. رعى الدكتور حسين دغيمات مدير معهد الفنون الجميلة بالوزارة الاحتفال الذي أقامته مدرسة وروضة راهبات الوردية في المصدار بمناسبة يوم السلام العالم الذي صادف يوم الأربعاء الماضي. وتضمن الاحتفال الذي حضرته الراهبة مدلين دبابني الرئيسة الإقليمية لراهبات الوردية في الأردن، والدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين، وعددا من الأخوات الراهبات والهيئتين الإدارية والتدريسية في المدرسة، والأطفال المشاركين في مسابقة الرسم الأولى وذويهم، مجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة من أداء أطفال المدارس التابعة للأمانة العامة للمؤسسات التربوية في المملكة، حيث نالت هذه الفقرات إعجاب الحضور. كما شارك في مسابقة الرسم الفن طريق السلام المدارس التابعة للأمانة العامة للمؤسسات التربوية في المملكة. نثمن لمدارس راهبات الوردية هذا الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للسلام، وهذه رسالة من المدارس إلى المجتمع الأردني والعالمي بأن السلام هو المطلب الأساس للمجتمعات. وإضافة إلى ذلك نطلع على الرسومات، المسابقة الرسومات اللي أقامتها المدرسة للطلاب في هذه المناسبة الجميلة، وهذا يعزز عند الطلاب وبرسالة من الطلاب والمدرسة إلى العالم جميعا بأن السلام يجمعه كثيرا من العوامل، والفن أحد هذه العوامل المهمة في نشر وتحقيق السلام في العالم. حبينا إنه بهذا اليوم نعمل احتفال يكون في مسابقة رسم الفن طريق للسلام، نجمع فيها بين مدارس الأمانة العامة في الأردن. طبعا هذا الاحتفال نظمنا له بين المدارس، كتير انبسطوا على الفكرة على أساس أنه إحنا نحاول نربي أطفالنا على السلام، نجتمع كلنا مع بعض من كل الفئات من عمر الكيجي لعمر الأول ثانوي تقريبا، نجتمع نعمل رسومات نعبر عن السلام بالرسم، ممكن نعبر كمان زي ما شفتوا بالموسيقى. إذا المدرسة بلشت مع كل الأطفال من هن وصغار نحاول نربي على هذا السلام، بيجينا مع المحبة مع التسامح مع الوئام، والإضافة إنه يساعدونا الأهل كمان على تربية أبنائهم على هاي المبادئ الحلوة، أكيد رح نعيش بسلام. هي معادلة صغيرة، نعيش المحبة نعيش الوئام نعيش التسامح نوصل للسلام. اليوم بدنا نحكي عن الدايفيرسيتي. الدايفيرسيتي اللي هو الاختلاف او التنوع، وهو اللي احنا ما بصير نميز بين بعض بغض النظر عن شو عرقنا، شو لون بشرتنا، شو ديننا، شو اصلنا، شو لغتنا او من وين احنا. ولازم كنا نحب بعض لانه الله خلقنا واحد ونحترم بعض، كلنا ايد واحده. زي ما حكينا عن السلام في له فروع برضه، اللي من اهم الفروع تبعته انه هو التسامح. التسامح شيء كثير مهم في حياتنا، واحنا لازم يكون بيننا دائما روح التسامح وما كثير نزعل من الاخرين. لازم نحاول نساعد الناس اذا كان فيهم مشاكل ونحاول نصالح مع حالنا ونعرف اغلاطنا. خلال ليفينج بيس السيشنز اللي اخذناهم اخذنا تحدي كان لازم نعمله لمده شهر، واللي هو نصلي ونكرس دقيقه من وقتنا لنصلي وندعي للسلام العالمي. انا اخذت تجربه سفراء السلام مع منظمة Living Peace School of Life. طبعاً تحدثنا عن مواضيع كثير وعن أهمية السلام في المجتمع. في عنا التيم وورك، هو العمل الجماعي، لازم نكون إيد واحدة حتى نحقق السلام في المجتمع.